بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في المحرمات بالنكاح، يعني يحرم على الإنسان أن يتزوج أي منهن. فهناك محرمات لأجل النسب، ومحرمات لأجل المصاهرة، ومحرمات لأجل الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كانت هناك أم أو بنت أو أخت أو خالة أو عمة فهذا لأجل النسب، وإذا كانت أم الزوجة أو ابنتها أو اختها فهذا لأجل المصاهرة، وإذا كان غير ذلك فيكون لأجل الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اقرأ يا محمد فصل، اقرأ فصل واحد. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. النوع الرابع: تحريم الجمع، وهو ضربان. أن يجمع بين الأختين، أو يجمع بين المرأة وعمتها، أو يجمع بين المرأة وخالتها، فهذا لا يجوز. نعم. جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين، فلو عقد عليهما فالعقد على الأولى صحيح، والعقد على الثانية غير صحيح، ولا يتم هذا الزواج، وإنما العقد على الأولى لأنه ليس هناك ما يعكر صفوة، وأما العقد على الثانية فهو لوجود مانع، لوجود مانع، لأن أختها أو لأن خالتها أو لأن عمتها وما أشبه ذلك. نعم. جمع حرم لأجل النسب بين المرأتين، وهو ثابت في أربع: بين الأختين. بين الأختين لا يصح الجمع بينهما، ولو طلق واحدة لا يصح أن يتزوج الأخرى حتى تنتهي العدة، لكن ما دامت في العدة لا يصح، لأنه لوجود المانع. نعم. لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأن تجمعوا بين الأختين، يعني تجمع فلانة وأختها، سواء كان أخت من النسب أو أخت من الرضاعة، لا يجوز. نعم. وسواء كانتا من أبوين. وسواء كانت يعني من الأبوين، يعني أخوات من الأم والأب، أو أخوات من الأب فقط، أو أخوات من الأم فقط، أي أخوة كانت فلا يصح الجمع بينهما، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم. أو من أحدهما. نعم. أو من نسب أو رضاع. نعم. لعموم الآية في الجميع. والثاني: بين الأم وبنتها. أن يجمع بين الأم وبنتها، أو بين البنت وأمها، سواء كان من النسب أو من الرضاعة، فلا يجوز. نعم. لأن تحريم الجمع بين الأختين تنبيه على تحريمه بين الأم وبنتها. نعم. والثالث: الجمع بين المرأة وعمتها. الجمع بين المرأة وعمتها، أو الجمع بين المرأة وخالتها، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم.
وذلك لأنه يكون فيه شيء من المنافرة وشيء من الأحقاد فيما بينهم وقطيعة الرحم، والإسلام لا يقر هذه الأمور، بل يعني يمكن نجمع بين المرأة وبنت عمها، نجمع بين المرأة وبنت خالها، لكن بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها لا يجوز. نعم. الرابع الجمع بينها وبين خالتها. نعم. لما روى أو عمتها. نعم. لما روى أبو هريرة. أبو هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها. نعم. ولا بين المرأة وخالتها. لكن بنت عمتها ممكن، بنت خالتها ممكن، لكن بين المرأة وعمتها، لأن هذا يفضي إلى قطيعة الرحم ويفضي إلى التشاحن ويفضي إلى الشجار. نعم. متفق عليه. ولأنهما امرأتان لو كانت إحداهما ذكرا حرمت عليه الأخرى. نعم. فحرم الجمع بينهما كالأختين. نعم. ولأنه يفضي إلى قطيعة الرحم المحرم، ولأنه يدعو إلى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم محرمة ولا يجوز، وإنما أمرنا بصلة الأرحام وتعاهدها بالمودة والألفة. نعم. لما بين الزوجات من التغاير والتنافر، والقريبة والبعيدة سواء في التحريم لتناول اللفظ لهما. يعني حتى وأن تجمع بين الأختين، يعني يكون زوجات، لو واحدة في الشرق وواحدة في الغرب ما يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال، وإنما الجمع بينهما بعقد واحد أو بعقدين لأجل يكون زوجات للرجل واحد، فلا يصح. يعني وبعض الناس يعني من الجهل يتوقعون أنه لا يصح أن يجمع بينهم في بلد واحد أو في دار واحدة. فأحد الإخوان يعني يقولون تزوج ثم خطب أخت زوجته وتزوجها، لما نبه قال له هذا ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين. قال أنا خبر هذه بوديها الرياض وهذه بوديها حائل، ما يمكن يكون في مكان واحد، هذا ما يمكن، فنتيجة لجهله. نعم. ولأن المحرمية ثابتة بينهما مع البعد، فكذلك تحريم الجمع. فإن تزوج أختين في عقد واحد بطل فيهما. إذا من عقد واحد، يقول الولي زوجتك بنتي فاطمة وبنتي ليلى، نقول العقد باطل. وإذا قال زوجتك بنتي فاطمة وبعد يوم أو يومين قال زوجتك بنتي ليلى، فليلى هو الباطل، وأما فاطمة فهو صحيح، لأنه ليس فيه ما يعكر صفوه. نعم. لأن إحداهما ليست أولى بالبطلان من الأخرى فبطل فيهما، كما لو باع درهما بدرهمين. وإن تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد ففيها وجهان، أحدهما يبطل فيهما كالأختين، والثاني يبطل في الأم وحدها، لأنها تحرم بمجرد العقد على ابنتها. نعم. لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت، وأما البنت فلا تحرم إلا بالدخول على الأم، البنت لا تحرم إلا بالدخول على الأم، وأما إذا ما دخل على الأم فيجوز أن يطلق الأم ويتزوج البنت. نعم. والبنت لا تحرم بمجرد العقد، فكانت الأم أولى بالبطلان فاختصت به. وإن تزوج امرأة
ثم تزوج عليها من يحرم الجمع بينهما لم يصح نكاح الثانية وحدها لأنها اختصت بالجمع. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا ونكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله، لأن غدا لأن في يوم الخميس قراءتنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هدي خير العباد في زاد المعاد في هدي خير العباد، ويوم الجمعة والسبت إجازة، ويوم الأحد نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.